عليكم. اسمي أم الخيرمة أحمد يعقوب، أتمنى لكم يوما سعيدا بمناسبة يوم المحيطات العالمي. أحدثكم من قرية المامقال في المحمية الوطنية لحودارقين في شمال موريتانيا. أنشئت هذه المحمية البحرية سنة 1976 على مساحة 12000 متر كيلو، وهي تمتد على ثلث شاطئ موريتانيا بطول 180 كيلو. أنا أحب المحيط لأنني أمريكا، وإمراق هو مجتمع موريتاني ترتبط حياتي ارتباطا وجوديا بمحيطي. أنا أحب المحيط لأنه مصدر الحياة بنفسي بالنسبة لي، ولأنه المحيط يوفر لي أقلاء يومية واجبات مفضلة سمك أزول، ولأنه يوفر لي الماء شراب بعد تحلية. تصوروا أن أقلاء حنيفية كانت تبعد مني 250 كيلو، ولأنه يوفر لي دواء خاصة من خلال منتجات تشطار الدين اللي يعالجان كثيرا من الأمراض، لأن المهنية الوحيدة التي توارثت أبي جيلا عن جيلا هي المهنية الصيد التقليدي تماما، كما توارثت أمهاتي مهنية تجفيف السمك واستصلاحي. لأن المحيط يعتبر ملجأ لكثير من الطيور، لذلك فإنني أتعهد بمحافظة على هذه الجهرة النادرة المتمثلة في محيطاتنا من أجل جيل المستقبل.